الغرفة للقمة العالمية لأصحاب الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، غرفة تجارة وصناعة البحرين تستعد لاستقبال القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 7 أكتوبر القادم، والتي يشارك بها نخبة من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة من دول خليجية وعربية وعالمية. لمزيد من التفاصيل يسعدني أن يكون معي السيد عثمان شريف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. أود أن أنوه بأن أهمية المشاركة واستضافة هذه القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال تكمن في المشاركين فيها. الحقيقة المشاركين هم مختلف دول العالم ومن أصحاب الأعمال اللي لم يأتوا إلى المنطقة ولم يشاركوا في أي فعالية سابقة من خلال سواء مؤتمرات أو فعاليات لها علاقة بأصحاب الأعمال. ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين بحكم عضويتنا في منظمة أصحاب الأعمال ومنذ 2 سنة ونحن نسعى إلى استضافة هذه الفعالية أو الملتقى، على اعتبار بأن البحرين أيضا هي مركز مالي واقتصادي، وبالتالي لتعريف المشاركين بالنسبة للوضع العام في البحرين والامتيازات اللي تقدمها حكومة البحرين ممثلة في الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشان الاستثمارات. لا شك بأن ستكون هناك طبعا محاور أساسية سوف تلقى الضوء عليها، بالنسبة محاور رئيسية اللي راح يتم مناقشتها باستفاضة الحقيقة في جلسات عمل، وهي اللي لها علاقة مثلا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لها علاقة برواد الأعمال، وأيضا بالنسبة لدور القطاع المالي في خدمة الاقتصاد، بالنسبة للبطالة، بالنسبة للعمالة المهاجرة. هذه كلها مواضيع مهمة جدا، وهي تأتي في نطاق المواضيع اللي اليوم منظمة العمل الدولية تطلب من كافة الدول أن تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات. أستاذ، القمة طبعا ستقام الشهر المقبل، كم وصل عدد المسجلين أو الذين وافقوا على الحضور لهذه القمة والمشاركة بها في مملكة البحرين؟ عدد المشاركين نحن نتوقع أن من خارج البحرين أن نستقطب حوالي 280 إلى 300 مشارك. حتى اليوم نجد بأن عدد المشاركين تجاوز 100 مشارك، ولا زال أمامنا متسع من الوقت حوالي شهر أو 3 أسابيع أو أقل من شهر شوي على أساس أنه نحصر كل المشاركين، ولكن وتيرة التسجيل بدأت تتزايد ونستلم اتصالات من كل أقطار العالم. إحنا دورنا طبعا عملنا موقع إلكتروني لهذه الفعالية، وأعتقد أن هذا الموقع أيضا له رابط مع مواقع إلكترونية أخرى اللي لها علاقة بمنظمة العمل الدولية ومنظمة أصحاب الأعمال واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الخليجية. فإحنا أيضا نعول على مشاركة أخواننا من رجال الأعمال من دول الخليج أيضا، اللي أيضا ليلتقوا بنظرائهم من الدول الأخرى. طبعا يعني من خلال هذه الوقفة اللي استمعنا من خلالك أستاذ عثمان شريف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية انعقاد هذه القمة وآخر استعدادات غرفة تجارة وصناعة لاستقبال مثل هذه القمة الهامة، لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر، ونتمنى لهذه القمة كل توفيق إن شاء الله لكل ما من شأنه لرفع اسم مملكة البحرين عاليا. إلى هنا أعزائي المستمعين أكون قد وصلت معكم إلى الختام، كل التحيات تقبلها مني، كنت معكم سناء صقر.